دادي مامي دادي مامي. معقول عندك دادي او مامي يجوز او صاحبت حدا هيك؟ النهارده هنكتشف. She makes awesome videos. هلو. الدادي والمامي إيشوز هو مصطلح بيعبر عن مشاكلك النفسية نتيجة علاقتك مع الأم أو الأب. ممكن تقول لي يعني تأفوريش المشاكل بتصير مع الكل، باش بقولك لا، هاي مش مشاكلنا العادية، هاي بتصير نتيجة نمط العلاقة بين الطفل وأمه أو أبوه بطريقة غير صحية طوال فترة التربية. الإشي اللي بيخلق مشاكل وآثار نفسية على المدى الطويل بتأثر على حياتك وحتى اختياراتك للشريك. بالعكس حنون طيب، بريحني، بنصحني، باخد عني نص قراراتي إذا مش كلها، يعني ما أخذ دور بابا. لا طبعا لا. بنعرف هاي المشكلة عند البنات، الدادي إيشوز. الدادي إيشوز بتصير لما بتكون علاقتك مع أبوكي مش صحية، مثلا بيكون متسلط أو معنف لدرجة إنه البيت بتحول من المصدر الأول لشعورك بالأمان لمكان أبدا ما بترتاحي فيه. ممكن يكون مقصر عاطفيا ونفسيا ومش حاسس بأهمية وجوده بحياة أولاده. الطفل بيحتاج مامي فيجر ودادي فيجر، وإذا ما كان موجود ممكن يضل حاسس بالفقدان طول حياته. المهم تكبر هالصبية ما شاء الله عليها وبتيجي بتختار نضوة أهله، بتروح بتصاحب واحد قد أبوها أو زيه، وممكن تكوني أنت هاي الطفلة اللي بتفوتي حالك بعلاقات بتسمح فيها للشريك إنه يؤذيكي ويبتزك عاطفيا ويستغل ضعفك لمصلحته. يعني ديب إنسايد أنت ما بتشوفيه كشريك بل كبابا، ولأنه طبيعة العلاقة بين الأب وولاده فيها سلطة نوعا ما، فهاي العلاقات ما بتكون صحية. أنت اللي عندي دادي إيشوز؟ أنا كمان عندي مامي إيشوز. صح، زي ما في دادي إيشوز في مامي إيشوز. قد تظن إنه هاي مشاكل جديدة لكنها قديمة وفي عليها كتير دراسات. سيغموند فرويد مثلاً بيقولك إنه التطور الجنسي عبارة عن ثلاث مراحل. المرحلة الثالثة اسمها المرحلة القضيبية، وهي المرحلة اللي الطفل فيها بتعلق بالوالدين بطريقة عاطفية وشوية انجذاب جنسي حتى. ولما الأم ما تلبي حاجات ابنها العاطفية بطريقة صحيحة ضل يحس إنه في إشي ناقص وبتعلق بهاي المرحلة حتى لما تكبر. دور على شخصية أبوية تعبي هذا الفراغ. عند البنات زي الأخت تجسد بالدادي إيشوز، وعند الشباب كمامي إيشوز. أي الخلاصة إنه مشاكل الدادي والمامي إيشوز مشاكل حقيقية بتشوفوها حواليكم وممكن تكون موجودة عندك أو عندك. الأخطر إنك تكون عم بتعاني منها وإنت مش عارف، وممكن كمان تخرب حياة أولادك بالمستقبل. عشان هيك ضروري تراقب حالك وتتابع علاقاتك وأنماطها وتحاول تفهم ليش إنت بتعمل الأشياء اللي بتعملها. إذا حسيت إنك عم بتمر بإشي زي هيك لازم تراجع حدا مختص. ورسالتي للأهالي، كونوا أصحاب مع أولادكم بس مش كتير كتير، اتركوا لهم مساحة يعيشوا بس عشان ما تكون إنت واحد من أسباب مشاكلهم النفسية، بس ما بدنا أكتر من هيك. المهم، هل تعتقدوا إنه هاي المشاكل موجودة أكتر من ما بننتبه عليها؟ وقابلتوا حدا زي هيك قبل؟ احكوا لنا بالتعليقات. سلام. والآن مش عارفة أتبع معك ولا معها.